تبحثون عن السعادة والهناء؟ هل تتمنون حياة كلها تفاهم وانسجام ووئام وسلام داخلي؟ أكيد الجواب يكون نعم. هل تعلمون أن هناك طرق فنية بسيطة وناجحة وفعالة لحل كل هذه الإشكالات وإصلاح كل هذه العلاقات؟ نعم. وهل تعلمون أن لكل إنسان مفتاح؟ نعم، لكل إنسان مفتاح. الآن السؤال، أين أجد هذه المفاتيح وهذه الأسرار؟ طبعاً ألفنا كفريق، ألفنا منهج جديد، منهج لم يتطرق إليه بالضبط أحد من قبلنا، يناسب أحبتنا، يناسبكم جميعاً، يناسب ظروفنا. وإن شاء الله تكون مفاتيح السعادة والهناء والحياة والحياة المريحة السعيدة وحل كل الصراعات. كل هاي سنقدمها لكم في الدرس إن شاء الله. عندما درست الدكتوراه 4 سنين وأنا أدفع، وأنا سعيدة وفرحانة لأن أنا مقابل هاي الأموال حصلت علم، حصلت على الشهادة. الحديث الشريف يقول: هلك خزان الأموال وهم أحياء، والعلماء باقون ما بقي الدهر. والله سبحانه وتعالى يقول: وقل ربي زدني علما. الله سبحانه وتعالى يعلمنا أن نطلب الزيادة بالعلم. في سنة 2020 أريد نصرف على العلم، يا ما صرفنا على أمور أخرى. طبعا مثل ما تعرفون بالحياة إحنا كل شيء نصرف عليه، يعني نصرف على الغذاء، نصرف على الملابس، نصرف على العطور، نصرف على أمور كثيرة. طبعا راح تحصلون شهادة من دار الحكمة إن شاء الله، كل شخص يحضر معنا هذا الدرس راح يحصل شهادة إن شاء الله خاصة من دار الحكمة. نرحب بكم جميعا، والأرقام سوف تظهر رقماً، ابعثوا أسماءكم على الأرقام التي تظهر على الواتساب إن شاء الله بعد أن أكمل، فتبعثون أسماءكم ويتصلون بكم خلال أسبوع حتى تملون الأوراق المناسبة